السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل الفصل الرابع الدرسين 93 و94، الكسور المكافئة لكسر خلاف النص، رياضيات الصف الثالث الترم الثاني، كتاب قطر الندى. هنتكلم النهاردة عن المضلعات. بيقول لي هي أشكال مغلقة ثنائية الأبعاد لها أضلاع مستقيمة، عدد الأضلاع بيساوي عدد الرؤوس. طيب هو مديني هنا أمثلة على المضلعات وإحنا درسناها قبل كده من سنة أولى ومن الحضانة كمان بندرسها. ده المثلث 3 أضلاع و3 رؤوس، شبه المنحرف 4 أضلاع و4 رؤوس، شكل خماسي 5 أضلاع و5 رؤوس، شكل سداسي 6 أضلاع و6 رؤوس، شكل ثماني 8 أضلاع و8 رؤوس، دول اسمهم مضلعات. طيب الشكل الرباعي هو مضلع له 4 أضلاع وله 4 رؤوس، زي المربع 4 أضلاع 4 رؤوس، كلهم فيهم 4 أضلاع و4 رؤوس. مين هما؟ المربع، المعين، المستطيل، متوازي الأضلاع، وشكل رباعي. طيب تعالوا هنا بيقول لي اكتب اسم الشكل، هو بيطلب مني ان انا اكتب اسم الشكل ثم اكمل ولون الاشكال الرباعيه كما بالمثال. هو عمل لي اول واحده، ده قال لي ده المعين 4 اضلاع و4 رؤوس. الشكل اللي هو رباعي بس هو اللي هنلونه. يعني ايه رباعي؟ يعني ليه 4 اضلاع وليه 4 رؤوس. فانا لونت المستطيل، قلت له ده المستطيل له 4 اضلاع و4 رؤوس، المربع له 4 اضلاع و4 رؤوس برضو لوناه، سداسي الاضلاع لا ده مش رباعي فبس كتبت سداسي الاضلاع وكتبت ان هو ليه 6 اضلاع و6 رؤوس، المثلث ده 3 اضلاع و3 رؤوس، متوازي الأضلاع ده 4 أضلاع و4 رؤوس فلونته عشان هو مكون من 4. فاحنا هو مطلوب مننا ان نلون الأشكال الرباعية يعني اللي ليها 4 أضلاع و4 رؤوس. طيب هنا بيقول لي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. رقم 1، المثلث شكله رباعي له 3 رؤوس، لا هو مش رباعي فبقول له غلط، وقال لي 3 رؤوس بس ليه 3 أضلاع ثلاثي مش رباعي. متوازي الأضلاع في كل ضلعين متقابلين متوازيين، كل ضلعين متقابلين متوازيين صح كده. المستطيل جميع أضلاعه متساوية في الطول، مستطيل جميع أضلاعه متساوية في الطول، لا طبعا مش متساويين. الشكل السداسي هو مضلع له 6 أضلاع صح. المعين جميع أضلاعه متساوية في الطول صح، المعين جميع أضلاعه متساوية في الطول، معين اللي هو الشكل ده. طيب تعالوا نشوف اللي بعده. هنا بيقول لي حلل إجابة التلميذ الآتية وحدد الخطأ وحل المسألة بنفسك. سأل المعلم تلاميذه أي الأشكال التالية رباعي الأضلاع؟ ألف، باء، جيم، دال، هاء، واو. إجابة التلميذ قال إن جيم ودال وهاء واو دي أشكال رباعية الأضلاع. ملاحظاتك على الإجابة، بقول ما الذي فعله التلميذ بشكل صحيح؟ أجاب 3 إجابات صحيحة. طيب إيه الخطأ اللي التلميذ وقع فيه؟ أقول ذكر الشكل واو معهم وهذا خطأ لأنه مكون من 3 أضلاع فقط وليس رباعي. طيب الحل الصحيح من وجهة نظري إيه؟ الحل الصحيح إن الأشكال الرباعية هي فقط جيم ودال وهاء، جيم ودال وهاء، مفيش أشكال رباعية غيرهم، رباعية الأضلاع. طيب هنا بيقولي لاحظ تنفيذ الخطوات الآتية وأكمل ملاحظاتك عن الكسور المتكافئة إن وجدت. مديني خط الأعداد الأول اللي هو ده، قم بتقسيمه إلى جزئين. هنقسمه لجزئين، ده اللي هنعمله بقى في كل الشغل اللي جاي، هنقسمه لجزئين، أقول ده نص وده نص، وأكتب الكسور الآتية. هنا عند الصفر قلنا 0 على 2، 1 على 2، 2 على 2. طيب وظل الجزء واحد منه، عايز يظل النص بس، ظل لنا نص. عايزين نفس الرسمة برضو تاني، وبرضو هنقسمها بالنص، فالنص ده لازم يكون ماشي مع النص ده بالظبط، النصين لازم يكونوا متساويين بالظبط. طيب قال لي اقسم النص اللي انا ظللته ده 6 اجزاء، فهاجي كده الجزء ده بس اقسمه الى ايه؟ الى 3، عشان اقسم هنا 3 يبقى هنا 3 وهنا 3 يبقى 6، فقسمناها لستة. قلت له هنا عند الصفر 0 على 6، هنا 3 على 6، هنا 6 على 6، وظللنا اللي هو الجزء النص اللي هو عمل لي ايه؟ اللي عمل لي 3 اسداس. فقال لي ايه بقى ملاحظاتي؟ قول له ملاحظاتي ان الكسور تقع في نفس الموقع، ان الكسر 2 على 2 واقع في نفس موقع 6 على 6، الاتنين دول في نفس المكان اهو، والنص وقع في نفس مكان 3 على 6،
والصفر على 2 واقع في نفس مكان 0 على 6، يبقى استنتج من كده ايه؟ ان كل 2 في نفس الموقع متساويين، يعني اقول 2 على 2 بتساوي 6 على 6، ونص بيساوي 3 على 6، و0 على 2 بيساوي 0 على 6. اهي قصور تقع في نفس الموقع على خط الاعداد اهم، قلناهم كسور متكافئة، وتعبر عنها كالتالي: الكسور المتكافئة ان كل 2 بيقعوا في نفس المكان متساويين، كل 2 بيقعوا في نفس المكان متساويين، كل 2 بيقعوا في نفس المكان متساويين. انا اهم حاجة عندي دلوقتي الرسمة دي. هو قال لي مثلا اقسمها لنصين، قسمناها. النص دوت عايز اقسمه لستة، يبقى انا هقسم هنا 3 وهنا 3، يبقى النص ده كده اقسمه ايه؟ لستة. تعالوا نشرحها على المسائل الجاية عشان تفهموها اكتر. اهي يعني في شرح كامل اهو. بيقول لي هنا ايه؟ تتبع ايجاد كسور مكافئة لكسر خلاف النص. تتبع خطوات استخدام نماذج لكسور لايجاد كسرين مكافئين للكسر 3 على 4. هو مديني هنا رسمها لي وبيقول لي ان هو عايز بس 3 على 4، فلونا 3 اجزاء اللي هي 3 هي على 4، 1 2 3 على 4، قلت له دي 3 ارباع. هنمشي بقى كده عند 3 ارباع اهو، انا هرسم رسمتين كمان. بيقول لي عايز ايه كمان؟ بيقول لي عايز كمان قم بإعادة تقسيم كل ربع الى جزئين. عايز الربع ده يقسمه 2، فانا الربع ده اهو كده، يعني انا همشي بالمسطرة بحيث ايه ان احنا نبقى ماشيين الرسومات زي بعضها. ادي اهو ربع اهو، اهو ماشي مع بعض الربع، وادي الربع التاني، وادي الربع التالت. هو عايز يقسم بقى كل ربع لنصين تاني، اهو هنقسم بقى الربع كده نصين نصين نصين، هيديني ايه؟ هيديني كده 8. وطبعا اللي هنا كمان هنقسمهم ونبدأ نعد بقى، اداني كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى تحت 8. طب الملون كام؟ 1 2 3 4 5 6، يبقى عمل لي كام؟ عمل لي 6 على 8، عمل لي 6 على 8. طيب رجع تاني قال لي التمن ده، التمن ده انا عايز اقسمه 2 كمان، فانا كل تمن كل تمن كده هروح اقسمها 2 كمان اهو. امشي كده بالمسطرة واقسم عند التمن، امشي من النص كده واقسم، امشي من النص واقسم التمن، هقسمه تاني، هقسمه تاني لحد اخر المسألة، وابدأ اعد الجزء كله على بعضه كام؟ هلاقيهم 12. طب الجزء الملون كام؟ هلاقيه 9، يبقى 9 على 12. طيب يبقى انا هنا كده استفدت ايه او فهمت ايه؟ فهمت هنا ان 3 على 4 بتساوي 6 على 8 بتساوي 9 على 12، تمام كده؟ اي 9 احنا عدينا دول لانهم 9 اهو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، قلت له 9 على 12. يبقى انا استفدت او عرفت ان التلاتة دول متساويين. التلاتة دول ايه؟ متساويين. نلاحظ ان 3 على 4 و6 على 8 و9 على 12 توجد على نفس الموقع على الشريط الكسري. نستنتج ان 3 على 4 بتساوي 6 على 8 بتساوي 9 على 12، ولذلك 6 على 8 و9 على 12 كسور تكافئ 3 على 4. طيب في حاجة كمان، لو انا مش هرسم الرسمة دي انا اجيب دول ازاي؟ اجيبهم ازاي؟ ابصوا هنا، التلاتة بضعفها، التلاتة بقت 6 بقت 9، نفس الحكاية تحت بضعفها، 4 8 12، يعني 4 ازود عليها 4 كمان، وبعد كده ازود 4، لو 3 ازود 3، لو 2 ازود 2، لكن فوق اللي فوق بمشي الضعف على طول، 3 6 9، لو هي 2 اقول 2 4 6، يبقى اللي فوق ضعف ايه؟ ضعف بعض، لكن اللي تحت قدها مرتين، 4 و4 8، 8 و4 12، 12 و4، هكذا، تمام؟ طيب تعالوا نشوف مسألة كمان. بيقول لي اكمل الكسور المكافئة لكل كسر كما بالمثال 2 على 3، يبقى انا هقسم الايه الشكل بتاعي الى 3 اجزاء. التلت ده بقى عايزين نعمل ايه؟ كل تلت هقسمه 2، ادي كل تلت قسمته 2، بقى عندي كام؟ 1 2 3 4، يبقى بقى 4 على 6. طب السدس ده برضو هقسمه 2، قسمنا 2 وعدينا كله كده لانها كام؟ 8 على 12. فهمت ايه؟ فهمت 2 على 3 بتساوي 4 على 6 بتساوي 8 على 12، 2 على 3 بتساوي 4 على 6 بتساوي 8 على 12. دي اسمها كسور مكافئة. الاتنين دول 4 على 6 و8 على 12 كسور مكافئة للكسر 2 على 3، كسور مكافئة للكسر 2 على 3. طيب هنا كمان
2 على 4 يبقى أنا هقسمها لـ4 وهلون 2، الربع هقسمه 2، الربع هنا هقسمه 2، كل ربع هقسمه 2. بعد كده هيطلع لي كام؟ هيطلع لي هو عايز يقسم ربعين وأنا واقفة لحد هنا، يبقى كام؟ 1 2 3 4، بقول 4 على 8. طب التمن ده هقسمه تاني نصين، أقسمه على النصين وأعد بقى كام؟ هما كلهم هيتقسموا 16. طب فوق بقى الجزء الملون كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، اقول له 8 على 16. لو بصينا كده اقول 2 4، 1 2 3 4 5 6 7 8، 2 4 8، 2 4 8. طيب اللي تحت بقى 4 8 16، 2 4 8. اقسمها 2 هنا، اقسمها 4 هنا، اقسمها تمام. اللي فوق مظبوط، انا اتلخبطت كنت بحسب ان احنا 2 4 8 مظبوط. طيب تعال نشوف اللي بعدها، تعالوا نشوف اللي بعدها. هنا برضو قسمها لي الى 5 اجزاء، قسمناها عايز منها كام؟ عايز منها 3، فلونا 3، كل خمس هقسمه 2، قسمنا كل خمس 2 طلع كام؟ والمفروض بقى هنلون الجزء زي ما هو لون كده، زي ما هو لون فوق، فانا هلون له كمان الجزء اللي ايه المطلوب نلونه ونعده كام؟ هيطلع 6 على 10، هيطلع ايه؟ 6 على 10. طيب والباقي هنرجع العشر بقى هنقسمه تاني، هنقسم العشر مرة كمان، هنقسم العشر مرة كمان ونعد الجزء اللي هو طالبه، هنلاقيه كام؟ 12 على 20، هنلاقيه 12 على 20، تمام كده. او لو انها ايه كنت ناسيها، يعني دايما بحل قبل الفطار، لازم بعد الفطار اكتشف ان في ايه حاجات ناسياها او حاجات ملخبطة فيها. طيب بس الحمد لله يعني بنلحق نفسنا. طيب تعال نشوف كده، يبقى انا اكتشفت ايه او ملاحظاتي ايه؟ ملاحظاتي ان الكسرين 6 على 10 و12 على 20 مكافئ للكسر 3 على 5. طب هنا 2 على 8، يبقى هقسم الشكل بتاعي الى 8 اجزاء، وهو عايز يلون 2 فلوننا 2. طيب التمن ده هقسمه لاتنين، والتمن ده هقسمه لاتنين، والباقي كله هيتقسم لاتنينات. لما اتقسموا بقوا كام؟ بقوا 4 على 16، بقوا 4 على 16. رجعنا قسمناهم مرة كمان، كل 1 على 16 هيتقسم 2، يبقى كل واحدة عندي ب1 على 32. طب كلهم كام؟ 8 على 32. طيب ملاحظاتي ايه؟ ملاحظاتي ان انا فهمت ان 4 على 16 و8 على 32 الكسور دي بتكافئ الكسر 2 على 8، بتكافئ الكسر 2 على 8. طيب تعالوا هنا بقى نشوف، بيقولي ضع علامة صح تحت الكسور المكافئة المتساوية كما في المثال. بقول له هنا نص وهنا نص، دول متكافئين. طيب ادي نص ملون ونص لا، نص ملون ونص لا، دول متكافئين. عندي هنا 4 على 8 وعندي هنا نص، متكافئين، لان 4 على 4 فيها الواحد، 4 على 8 فيها الاتنين، متكافئين. عندي هنا ملون النص وسايب النص، برضو ملون النص وسايب النص، يبقى هنا 4 على 8 نفس الحكاية بتاعت دي، يبقى هنا هتديني نص وهنا نص، يبقى متكافئين برضو. طيب حل المسائل الكلامية، حل المسائل الكلامية كما بالمثال. بيقول لي مثال، هو مديني مثال خلاص، يعني مثال اللي احنا هنشوف بقى تحت، ولا تعالوا نشرحه وخلاص. قطعة خشب طولها 2 على 3 متر، 2 على 3 متر، يبقى انا هقسم الشكل بتاعي الى 3 اجزاء وهلون جزئين، تغطيهما بشريط لاصق. يريد محمد تغطيتهما بشريط لاصق طول القطعة منه سدس متر، فما عدد القطعة التي يبلغ طولها سدس متر اللازمة لتغطية قطعة الخشب؟ يعني هو عايز يقسمها لسدس، يبقى انا الشكل اللي تحت ده هقسمه لستة، كل تلت يتقسم 2، يبقى انا هو محتاج كام؟ 1 2 3 4، محتاج 4 على 6، 4 اجزاء من ايه؟ من الستة. طيب هنا بيقول لي يبقى هنا عدد قطع الشريط اللاصق اللازمة 4 قطع.
لدى تقع 3 على 4 كتب، أنا هقسمها إلى 4، هلون 3. وأراد التوزيع على الأصدقاء، عايز يأخذ كل واحد تمن، يبقى الجزء اللي تحت هقسمه لتمنات. الربع كل ربع أقسمه 2، كل ربع هقسمه 2، يبقى أنا معايا كام؟ 1 2 3 4 5 6، يبقى هي عدد أصدقائها 6 من إن 8، يبقى عدد أصدقاء تقع 6 أصدقاء. طيب هنا بقى آخر حاجة، قيم تلميذك حتى الدرس 94، 4 على 5 دي مكافئ لأي كسور. بيقولي في كراستك عبر عن الكسور باستخدام الأشرطة، ثم صل الكسور المكافئة من غير ما نرسم. احنا 4 على 5 هي مكافئة ل 8 على 10، ان الاربعة بقت 8 وهنا الخمسة بقت 10. 2 على 6 مكافئ ل 4 على 8، وزودنا 2 وهنا زودنا النص، الضعف بتاعها بقت 12. دول بقى مش متساويين. طيب تعالوا نشوف، طيب تعالوا الثانية كده نشوف، يمكن الاتنين ينفع تبقى 6. لا. طيب تعالوا هنا برضو، مديني 2 على 5، قسمت الشكل بتاعي الى 5، لو انت منهم 2 اللي هو فوق. هنا كل جزء هقسمه تاني، قسمناهم تاني، اداني في الشكل التاني 4 على 10. قسمنا كل عشر مرة كمان، كل عشر اتقسم مرتين كده، اداني 8 على 20. يبقى هنقول هنا الكسور 4 على 10 وتمانية على 20 مكافئة للكسر 2 على 5. حل المسألة الكلامية الآتية: طريق طوله 3 على 4 كيلومتر، يراد وضع عمود إنارة عند كل طمن كيلومتر، احسب عدد أعمدة الإنارة على الطريق. تمام، هقول أول حاجة 3 على 4، يبقى أنا هقسمها إلى 4، هلون منها 3. بعد كده الربع ده هيتقسم لاتنين، وعدهم بقى كام؟ لان هنا تحت عايزهم تمنات، فكل ربع هيتقسم 2، 1 2 3 4 5 6، يبقى انا محتاجة 6 أعمدة انارة، محتاجة 6 أعمدة انارة. وبكده خلصنا الدرس ده، وان شاء الله اشوفكم درس تطبيقات على الكسور المكافئة في فيديو قادم ان شاء الله. مش هتأخر عليكم، رمضان في وقت كبير، يعني الناس كتير اجزت من الاونلاين، ففي وقت كبير ان شاء الله ان شاء الله اخلص لكم المنهج في رمضان باذن الله. واشوفكم على خير، واتمنى تشيروا الفيديوهات، لان حاسه ان الناس كده كلها كبرت دماغها، فاتمنى تكملوا المنهج، لان اكيد المنهج هيبقى اصعب من كده في رابعه. لازم تقفلوا المناهج بتاعه الثالثه عشان ولادكم يطلعوا شاطرين في رابعه، ويطلعوا مستوعبين الدروس الصعبه قوي عليهم دي. ان شاء الله يستوعبوها ويبقوا كويسين وينجحوا ان شاء الله. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.